يا اهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا لو شايفين ورايا هتلاقوا ان لندن النهارده مغيمه، كنت متوقع انها تكون شمس بس سبحان الله طلعت مغيمه. كنت ناوي النهارده انزل اللي انا اصور لكم من وسط لندن، في حاجات كتيره قوي جميله محتاجه تتصور، ولكن طبعا عشان الجو مغيم اجلتها اليوم تاني ان شاء الله. النهارده بقى انا جاي اتكلم في ايه؟ النهارده في تساؤل بيتسال لي كتير جدا. التساؤل ده بيجي لي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وجالي كمان على انستجرام، فحبيت ان انا ارد عليه في فيديو. التساؤل مش على دولة معينة للهجرة، على كل الدول. هو السؤال ببساطة خالص، هو انا ينفع احول فيزة السياحة لفيزة اقامة او فيزا اللي هي وورك فيزا؟ هل ينفع اعمل كده او ولا لا؟ طيب للاجابة على السؤال ده محتاجين نفهم ايه الاول تأشيرة السياحة. تأشيرة السياحة كلنا عارفين انها بتتاخد عشان تروح تزور بلد من البلاد، ممكن تتفسح فيها، ليك قرايب فيها، ليك صحاب فيها ومعارف، وبالتالي الدولة لما بتديك التأشيرة دي بتبقى مقتنعة انك انت رايح تزور حد مش رايح تشتغل. هل معناه ان انا ما اقدرش ادور على شغل وانا على تأشيرة السياحة؟ لا، في دول بتسمح لك انك انت وانت في تأشيرة السياحة وانت جوه البلد تقدر انك انت تابلاي اونلاين على جوبس، تقدر تعمل انترفيوز، مفيش اي مشكلة في الموضوع ده خالص. خلينا نقول ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمك انك انت كنت خدت تأشيرة السياحة ورحت سنغافورة مثلا، هنتكلم على سنغافورة، وكنت في سنغافورة وقدمت اونلاين وجالك كذا انترفيو عملتهم وربنا وفقك بجوب اوفر حلو جدا في سنغافورة. ايه اللي بيحصل ساعتها؟ اللي بيحصل ان الامبلوير بتاعك او الشركة اللي هتوظفك ملهاش دعوة انت ايه تأشيرتك دلوقتي، بتقدم لك على اقامة او على اي باس او على تأشيرة عمل. وبالتالي لو خدت بالك من اللي انا قلته هتلاقي ان تأشيرة السياحة منفصلة تماما عن تأشيرة العمل اللي بتتقدم لك، وبالتالي عملية تحويل انك تحول من تأشيرة سياحة لتأشيرة اقامة لا دي مش موجودة. اللي بيحصل كالاتي، تأشيرتك السياحة شغالة عادي جوه جدا جوه البلد وهم بيقدموا لك على الاقامة. طب افترض ان الاقامة هتجيلك بعد ما تأشيرة السياحة بتاعتك هتخلص، هتعمل ايه؟ لازم تغادر البلد او تعمل اكستنشن. هو مش لازم، لان في عندك اوبشن تاني انك انت تعمل اكستنشن. يعني في سنغافوره مثلا تقدر انك انت تعمل اكستنشن او تزود مده السياحه من شهر، ممكن مثلا تزودها اسبوعين ثلاثه كمان او شهر كمان، طبعا على حسب موافقه السلطات هناك، بس خلينا نقول انك انت تقدر انك انت تمدها. لو مدتها يبقى انت قاعد جوه البلد ليجل وزي الفل خالص. طب لو تاشيره السياحه خلصت او هتخلص لازم تغادر البلد ما دام تاشيره الاقامه بتاعتك ما طلعتش. لازم تعرف ان الحاجتين مفصلتين. نفس الحكايه هنا في انجلترا، انت لو انت واخد هنا فيزيت فيزا فانت فيزيتور، هل تقدر تقدم على شغل؟ انا مش شايف، انا ما قريتش ان حاجه تمنع الكلام ده. جالك اوفر، هم بيقدموا لك على التير 2 فيزا ودي منفصله عن دي، الاثنين ما لهمش علاقه ببعض. تمام، في بعض الدول لما بتكون جاي على فيزا معينه بيتعمل لك حاجه اسمها بريدجنج فيزا لغايه اما الاستاتس بتاعت الورك فيزا او البي ار بتاعتك تطلع. تمام، في دول بتعمل الكلام ده. يعني في بعض الدول انت دخلت البلد مثلا بارتنر، خلينا نقول مثلا يعني انك انت دخلت مثلا تزوجت واحده اي جنسيه استراليه ايا كان مثلا، تمام، وتاشيرتك هتخلص فانت عاوز تحولها لبي ار او تحولها لورك فيزا، جالك ورك فيزا بيدوك حاجه اسمها بريدجنج فيزا. بريدجنج فيزا دي بتتاح لك انك انت تقعد جوه البلد ليجل، بس دي مش كل دول العالم، تختلف من دوله لدوله. اللي انا عاوز اوصل له ان تغيير الفيزا بتبقى في اكتر دول العالم منفصله تماما، انك تقدم على اقامه في سنغافوره دي منفصله تمام عن السياحه اللي انت عليها. فلو انت على تاشيره سياحه والتاشيره بتخلص لازم تخرج بره البلد، ممكن تخرج ماليزيا لو انت ينفع تدخل ماليزيا من غير تاشيره، تروح كمبوديا على حسب البلد اللي ممكن تروحها وعلى حسب باسبورك، وتستنى لغايه اما اقامتك تطلع. ده حاجة مهمة بس حبيت ان انا اجاوب عليها لان السؤال ده اتسأل لي كتير جدا، وحبيت ان انا اقولها فيديو مرة واحدة بدل ما اكتب لكل واحد. ينفع تروح بتأشيرة السياحة؟ ينفع تروح بتأشيرة السياحة، بس طبعا اكمل بقى بقية الموضوع بتاع تأشيرة السياحة. الناس دلوقتي كلها لما بتقدم على شغل بتقدم على شغل عن طريق الانترنت. 99% من الوظائف حتى وظائف اللي هي الحرفية نفسها بقت بتتقدم اونلاين مش بتتقدم من جوه البلد، وبالتالي وجودك بتأشيرة السياحة جوه عشان تيجي تدور على شغل في وجهة نظر الشخصية، ودي وجهة نظر شخصية تماما،
مش صحيحة قوي، لأنك أنت بتعرض نفسك أنك تصرف فلوس على الفاضي، لأنك لما تيجي هنا أو تيجي أي بلد مش هتضمن أنك أنت هتلاقي شغل ولا لأ، ومش هتضمن أن القوانين تنطبق عليك في موضوع الشغل ولا لأ. فأحسن حاجة وأنت قاعد في بيتك معزز مكرم في بلدك تقدم على شغل بره. لو حد فعلا طالب الوظيفة بتاعتك أو طالب المهارة بتاعتك والخبرة بتاعتك هتلاقيه تواصل معك وهتعمل كل حاجة أونلاين. فانت مش محتاج انك تيجي مثلا سنغافورة تأشيرة سياحة عشان تنزل تدور على شغل، ما بتتعملش كده دلوقتي. زمان يمكن مثلا من 7-8 سنين اقدر اقولك ان الموضوع ده كان بيمشي كده اهو، انك انت ممكن تيجي بنفسك وتطبع السي في بتاعك وترميه للناس، او يعني تديه للناس او ترميه، يعني كنا بنقولك حتى بنقوله اللفظ كده انك انت ترميه في الشركات وربنا يوفقك ويسهل لك. دلوقتي كل حاجة اونلاين، الناس كلها بتدخل على لينكد ان، الناس كلها بتدخل على الريكروتمنت ويب سايتس او على الويب سايتس بتاعت التوظيف. فانت مش محتاج تكون متواجد بنفسك، هتخسر فلوس، ولو فكرت انك تكسر تأشيرة لأي سبب من الاسباب ده بيعرضك تكون تحت طائلة القانون زي ما بيقولوا، وبيعرضك بعد كده في المستقبل لمشاكل كتيرة جدا لو فكرت تسافر اي دولة من الدول. وبالتالي النصيحة الشخصية، حاول انك انت تقدم وانت قاعد في بيتك معزز مكرم، الانترنت فتح لك الدنيا كلها دلوقتي، انت مش محتاج انك تاخد تأشيرة سياحة وتروح بلد من البلاد وتروح تقدم من جوه. يمكن تكون الميزة الوحيدة الصغيرة وما بقتش دلوقتي قوي بعد الكوفيد، ان ساعات الامبلوير او الشركة بتقولك طب انا عاوز اشوفك دلوقتي فتعالالي لو انت موجود في البلد. وعشان حق ربنا قبل الكورونا كانت موجودة الحكاية دي، بعد الكورونا ما بقتش اشوفها. كل الانترفيوز بتتعمل دلوقتي بتتعمل سكايب او بتتعمل اونلاين. حتى اما انا بعمل انترفيوهات لناس، ما خلاص ما بقتش اقول لحد تعالى المكتب او تعالى اشوفك، هو افتح معايا تيمز او افتح معايا زوم او الكلام ده ونقعد نرجع مع بعض وعلى اساسه نعينك. ولا حتى الشركات دلوقتي بقت بتعين من حتت تانية، يعني تكون مثلا فاتحة برانش، يعني انت في لندن هنا وفاتحين برانش في بولندا، بيعينوا حد من بولندا وبيشتغل مثلا في مشاريع الايو مثلا. بس ده كان ملخص او ردي على سؤال تأشيرة السياحة تتحول تأشيرة اقامة، وتيجي بتأشيرة سياحة ولا ما تجيش بتأشيرة سياحة. طبعا بعتذر على الصوت اللي ورايا، في اسعاف ورايا مش عارف هتشوفوها ولا لا، بتجري بسرعة ربنا يستر. بس ده كان الفيديو السريع بتاع النهاردة على موضوع تأشيرة السياحة. استنوني في فيديوهات جاية ان شاء الله هتكلم على حاجات تانية خاصة بالهجرة والشغل بره. السلام عليكم.